مرحبا بكم متابعي قناة اير جيمر، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غيكون عبارة عن حرق اللكمة او القبضة، القبضة الاسطورية الاخوان. بالمناسبة راه ما عندي حتى شي قبضة في الكون ديالي، داكشي علاش قررت انني نحرق هذه القبضة هذه وناخذها. ديما سبحان الله فيما كنبغي ناخذ شي قبضة كيبقى لي دوك جوج سبينات الاخرين كنعكز عليهم، صافي كيطلع لي الدم كنسمح فيها. ولكن الاخوان اليوم ما مفاكيش مع القبضة حتى ناخذوها. والاخوان راه وقعوا لي جوج ديال الحوايج هذا النهار هذا زوينين. الحاجة الاولى هي فيما يخص سبين، الحاجة الثانية هي فيما يتعلق بالمجوهرات. وقعت لي واحد الحاجة غريبة اليوم الاخوان بخصوص عدد المجوهرات اللي لقيت عندي في الكونت، وغنقول لكم كلشي ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. المهم الاخوان سبين وبدا 150 دياموندا ومن بعد يكون خير. كما كتشوفوا تما ما كاينش شي حاجه سبيسيال من غير داك الارنبات واليو ام بي، تما ديك الصنادق ديال الطوبه والسكينه داكشي كلشي ما عندوش اهميه سيرتو الماكله القط. السبينات الاخوان كيبداو ب 925 شحال 29 69 99 هي غاده 699، يعني التوتال 1800. يلا الاخوان سبين الاول، يلا وقف لقف كتاتي وقف بنت الحرام، راني عارف راسي سميتو. هذا الصندوق ديال كاشمر عندي، نشوفو السبين الثاني. يلا وقف. عطاوني ديك السكينه ديال الطوبه، الصندوق ديال الطوبه عندي كلشي ديالها. يلا وقف بنت الحرام، كتحك لك القبضه كطمع كتوقف وكتولي ديماري عاوتاني. ولكن ماشي مشكل، ما فاكيش معايا ما هذا النهار حتى نجيبوها. نحلو بعدا الصناديق هذه، ناخذ هذه البطاقه هذه اللي ما عندها تقييم في هذا الوقت هذا، ونمشيو الاخوان نجيبوا شويه ديال المجوهرات. وكما شفتوا الاخوان راه عندي فوق 851 مجوهره. هنا في وقعت لي اخوان الواقعه، دخلت الكونت ديالي عادي كانت عندي وقيله فيه شي شحال 10 المجوهرات وشحال، دخلت لقيت عندي 600 مجوهره زايده الاخوان. نعم الاخوان 600 مجوهره. كاين اللي فيكم ما غاديش يتيقني، ولكن هادشي راه قلت لكم البارح في الانستغرام، راه انا براسي ما فهمت والو، مشيت كنجري الراس ديال انوي لقيتو باقي كامل، واش كاين شي جليتش تما الله اعلم. المهم الاخوان داك 600 مجوهره فابور. المهم دابا حاليا غنشوفو عن سبيني بداك الفابور، نشوف حاس الفابور فيها البركه ولا لا. وداك 150 خلاص راه خديتها من الشحن التراكمي، ما عرفتش الاخوان واش رجع شي جليتش ديال انوي ولا. المهم انا غنقول لكم الجديد مستقبلا، داكشي اللي كاين غادي نقولو لكم. يلا سبينو الاخوان 99 دير سي وقف. الماكرة القطة ولا تساوي 99، تلات بك اليوم والدائر جيمر سير 199 شوفوا على الله سير اودي. اش غادي نروح حنا بالحوايج ديال الدري، كوك الدري غيبداو يعطيني الحوايج ديال الدري. بقينا نديرو هاد السبين هذا. يلا يقل الارنبات، ما كنحملش اخوتي هاد الامبيكارون ديال الارنبات ما عنديش معاها. نحلو بعدا الاخوان هاد السنايدقات هادو. دابا راه كما كتشوفوا بقات لي غير 254 مجوهره، يعني خصني نمشي نجيبوها. عمي اير جيمر خصك 399 زائد 699 اللي هي 1098، يعني واه لا خصني واحد 100 درهم دابا ديال الشوب ولا 90 درهم. الاخوان بعدا سبينو على هاد سبيس جديد، راه يلاه حطوه دابا في لاك رويال نشوفوا. ما عندنا زهر الاخوان حتى في البطاقه ديال لاك رويال ما عندنا زهر. المهم الاخوان نمشيو، انا راه كنشوبي غير بانوي، ولا لاحظتوا معايا دابا راه الصباح كنريكورد هذا الفيديو في الصباح، يعني غنشوبي في الصباح يعني ما كيكونوش المشاكل. بديت في الاول ب 50 دياموند راه توصلت بها الكونتر، انتما كتشوفوا كلشي قدامكم الفوق. ومن بعد غادي نولي نجيب عاوتاني 500، يعني 200 دياموند اخرين، يعني 24 درهم. دابا عندي تقريبا في الكونت 600، نشوفوا الشحن التراكمي واش عندنا فيه شي حاجه ولا والو. لا ما عندنا والو. 600 مو 600. المهم سبينو كلشي نشوبو دابا كلشي في خطره، بلا ما نبداو نبقاو نشوبو غير بشويه. نشوبو الاخوان 800 ونمشيو لك. راه عندي وقيله شي حاجه، كاين واحد ها حنا توصلنا 1123 الاخوان، 1123 مجوهره اللي عندنا في الحساب دابا، وخصنا جوج سبينات. يعني الا جاتنا في السبين الاول هو هذاك، يعني غنكون اسطوريين وغنربحو معاهم واحد، غتبقى لي واحد 800 دياموندا ولا 1000 دياموندا تبقى لي شايطه في الكونت. ما صدقاتش الاخوان، راه الغالب الله راه ما عندنا ما نديرو. المهم غنمشيو نشوفو ونشوفو المفاجاه الاخوان، بقاو معايا. 1720 باقي خصني واحد 100 باش ناخذ الشحن التراكمي. يلا واحد
جوج ثلاثة 399. يلا يا اخوان، يلا يا رياض، يلا يا رياض، 399 والسبي الاخير 699. يلا يا رياض، يلا 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 يلا. وقف وقف، مستحيل مستحيل. الحلم يتحقق الاخوان، وصراحه انا ما كنتش متوقع هذه القضيه بتاتا. عمرها جات لي البالي انني ناخذ شي حاجه قبل السبيل الاخر، يعني ديما العجلات هادو ظهري معاهم هو الاخر، يعني اخر لفه عاد كناخذهم. ديما اخر لفه اللي هي اللي كتبقى لي تما بداك 699 عاد كناخذ بها ديك الحاجات. وانتم كما كتشوفوا الاكمال الاخوان راه صراحه مهيبه، احسن لك ما عجبتني فيهم كاملين، احسن كاع من ديال. وشوفوا الاخوان هذا السبيل اللي باقي لينا، هذا اليو ام بي فيها جوج فريتو فاير وواحد في الدماج، ما عندي ما ندير بها، واصلا ما يمكنش تجيب اربعه الصنادق بداك الثمن هذاك. نمشيو الاخوان نشوفوا لك ما كي غاتجي مع السكين هذا اللي داير. مشيو للويبونز، هبط عاوتاني، هبط فيست. لا لا ناضي يا الاخوان، لك ما هذه اسطوريه يا الاخوان صراحه، كتضيع فيها ما عرفتش علاش ديما الكونت ما عندي فيه التسهيل كما، يعني الكونت تقريبا عندي فيه بزاف ديال الحوايج اسطوريه وما عنديش فيه، ما عنديش فيه التسهيل كما، يعني هذه اول لك ما عندي فيه، اول قبضه عندي في الكونت. عرفتي من غادي نركبوها؟ نركبوها لصديقنا كلا كلا الخانز، ما كانتش كالوين من دابا الفوق صافي. اي عندي كلايود، لا لا ولكن الكارتابل ديال الفضائي ما جاتش معاك، خصك شي حاجه، خصك شي حاجه ما اكثر ود اكلها. ناخذ شوف شوف شوف، ها هي الكارطابل ديال كلا، شفتوها فينا؟ هي الشكاره ديال كلا، هي ديال الفكرون. شوفوا دابا كي غتجي معاه، شوفوا كي غتجي معاه. يلا ضحك وداك كلا، انت اللي جات معاك. يلا الكلا عرفتي اش غيدير دابا؟ كلا غادي يمشي للفاكتوري وغيجرب حظه تما بهاد الكمه الجديده. يلا نخليكم الاخوان مع هاد اللقطات ديال التكلوين.